والحمد لله ننعم اليوم بجزائر جزائر الحرية والكرامة، وكذلك جزائر الاستقلال. يوم السبت كان لدينا لقاء مع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكان محور اللقاء 60 سنة بعد الاستقلال من التعليم العالي. الحقيقة أنا لا أبالغ ولا ربما أنثر الورود، ولكن هذه حقيقة. الجزائر خطت خطوات عملاقة وجبارة في التعليم العالي 60 سنة، تحقق الكثير، ونأمل إن شاء الله في المستقبل القريب كذلك أن يتحقق الكثير بطبيعة الحال بسواعدكم أنتم، مستقبل الجزائر المشرق. أجدد التحية لعمي سليمان الغول حضوره، وكذلك سبحان الله كل يوم حاضر وسباق لهذه المناسبات، دائما يحضر وعمره لا كان غائب، بالعكس هذه حقيقة تشجعنا كشباب أن نقدم الأحسن والأفضل ونكون في خدمة الجزائر. وتحية الجزائر وبارك الله فيكم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قبل كل شيء نشكر سيدي المدير ونشكر العمال والعاملات اللي راهم هنا واقفين، ونشكر الطلبة، ونشكر الجماعة اللي جاوا وراهم حاضرين معنا هنا. على كل حال البلاد هذه ما جات سهلة، ليلة والله نبدو في الثلج، نبدو في الثلج، تعبنا على البلاد هذه ما تحرت بالرجال اللي حروها ووقفوا. احنا ماذا بينا اليوم واش نقولوا؟ نقول لكم ان شاء الله انتوما تفرحوا ها البلاد، وتفرحوا الرايه تاعها كيما نفرحوها الشهداء والمجاهدين تاعهم الوطن. الشهداء الله يرحمهم. على كل حال او 160 ولا 170 مجاهد في الكوماندوت ولا في الكتيبه، انتوا البقعه فيها 13 دار، كل فوج فيها 13 مجاهد يدخل الدار. عمومي زوج ثلاثة، والله إلا خلات واحد في القبيلة تاعها، فهمت؟ خوالي زوج. على كل حال واش نقولوا، حنايا الثورة ما جاتش سهلة. دابا كما هنا يبين لكم بلي 20 دولة عطاتها الاستقلال، والقوة نتاع العسكر نتاعها كاع جابتهم للجزائر. كان عندها مليون، ما كانش اللي عنده مليون تاع عسكر يقوم مليون و 200 ألف هذا. ما تنساوش من مرسة العربية المهدية حتى البكار معنا لين موريتانيك ولا لشار تونس والمغرب، راه شحال من كيلومتر ودار العهد ودار السكت. وحنا على كل حال نقطعوا السلك وندخلوا السلاح ولا نجيبوا السلاح ونجيبوا النار. كنا كانت فرنسا تبكي بالمجاهدين، شحال من طيارة طيحنا، راهم موجودين طيارة طيحناهم. شوف شوف كاع مخرج من قدام، والله ماني بكيتي منها. دايما عمري والله ما ندرك بالسرقة ولا بالحجرة، والله ما ندرك. وكنت باش نقول انا شهيد وربي ما بغاش يقتلني. على كل حال واش تنقول؟ نقول هذا الطن تعبوا ليها رجاله وجابوها لهذه الشبيبه هذه. الشبيبه هذه لازم توقف على البلاد هذه وتقرا التاريخ تاع بلادنا. ما كانش ثوره في الجزائر في العالم كما ثوره الجزائر، هي الاولى ومن بعد يجي فيتنام. قرن 35 سنه فرنسا هنا تعمر هيك تضرب تضرب القاوي يضرب الشعب بالسبعة، وحنا نشوفه أنا ذري صغير، أنا على أفتح شيء. باش نطلعك مليح، كنت عند واحد نسيبي، ونسيبي ذاك خدم عند قاوري ومعمر في الفيلم عنده، وأنا كنت نقرا في الزاوية تاع سيدي الحارة،
قربك مش مجاني. جيت نركب معاه من فينا كابينة من قدام، قال لي لا نركب فوقنا، ودار الكلب بتاعه من قدام. رحت انا فوقنا ولا يكتر فيا حتى نزلنا الحقنا حد الزوجة هذيك كنت نزلني هنا نزلني هنا، حتى ما عطيت وليت نبكي. قعدت واحد النهارات حتى جاء واحد يقرا معنا يقول له محمد تمار. قلت له وين كنت يا محمد؟ قال لي كنت عند المجاهدين. وراء ماذا المجاهدين؟ قال لي في الجبل تاع باب ادريس. اي قلت له كان لك نروح عن من نروح؟ قال لي روح عند بالقاسم تمار هذا هو يوجهك وين تروح. الصباح على بالك كنت نقرا بكري نوضع كي نظرهم يقرأوا أنا كنت في الليل طبقت قاعد كيف في الفريدة هما نظروا وأنا في التفريدة رحت برا ونمشي أربع سوايع وأنا نمشي بارح للصين هذاك قالوا لي واش تبغي قلت له أنا بغيت قالوا لي بلي المجاهدين راهم هناك تطلع معاهم الجميع أنا في عمري 17 سنة صغير بيني تبغي في عمري 23 سنة كنت خيالي تاع عسكري تاع المتقدم انا كنت انا ما عندي حتى حاجه انا عندي كنت عسكري ضرب في راسها غير عسكري تاع براسها ما عندي حتى حاجه اللي كنت نديرها تبقى العسكري تاع براسها وراهم نضربها برك ما عندي حتى حاجه اللي كنت نديرها اما انا قال لي روح طلعت المجاهدين رحت مع المجاهدين بقيت مع المجاهدين وبي يقتلوه خويا قتلوه عباد يقتلوهم عمام يقتلوهم كنت اقبح مع فرنسا بزاف كنت اقبح معاه كنت انا والله ما نرقد والله ما نرقد مع المجاهدين خمس كوات اديتهم والكوات اللي اديتهم واش تبيهم سلاح وين بطل حاتني هذا راه ما بين الرجال وفي العرب ربط تاع حذا خميستي تاع يهود يسموه 18 سلاح داخل في خميستي السلاح الاخر جبناه من الشلالة جبناه من الشهبونية سلاح في كل جهة ورحت الحمد لله ربي 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 عطاني القوة باه ننجح ربي سهل علينا وكانوا المجاهدين يقولوا انت كيش يقولوا يقولوا كل مجاهدين بصح كنت انا ما نرقدش الحال ما نرقدش كنت اقبح على كل حال وش نقول لكم انا هذا البلاد جات بالدم تاع الشهداء والدم تاع المجاهدين والدم تاع الشعب ليش فات بدات في الشعب كانت تقتل فيه والله يلي يخدع هذا غير ربي كيفاش راكم تشوفهم جمع ما خدع عداد راه يدخل الحبس جميع من يخدع عداد ويخدع الشعب الجزائري المخلص الشعب راه عدونية معاه الشعب راه عندوني كيما كنت نقول لكم لكم مش هو الصلاة ولا ما دي لكم ماشي الشعب انا عندي سلاحتي هو راه شوف هذا الجبل بس على كل شيء ماشي ذاك الشعب يوكلني ويشربني ويفرشني ويجيب الدواء ويجيب السمين عاملين يا على كل حال انا وش اقول نطلب من الطلبة هذو باش يقراو باش يرفعوا راس الجزائر يرفعوا لها راسها والجزائر هذه ما تنسوش باللي احنا ما بلادنا ملفها وارض زينة ورجالها ديني شعبنا والله هي شعبنا والله ما يسعى في العالم في اوروبا الالمان وفي العرب الجزائر على كل حال
أنا دائما نقول أن كذا الطلبة والشيوخهم المعلمين توحهم والمدير إن شاء الله يحمرون في البلاد وبها النتالي كي تقرأ البلاد تكون عندها رجال اللي يحموها البلاد إلا ما عندنا شي رجال اللي يحموها ما هي بلاد لازم الرجال هما اللي يحموا البلاد احنا كنا في جبل تعبنا نفكر المجاهدين اللي ماتوا والشهداء اللي كانوا معنا رجال والله مين البر بالواجب هذا سي الحسين وسي جمال هذا تاع كوماندوز خاطر كان كوماندوز هذا انا تربيت كوماندوز كان الكثير السكسون تاع سي محب الزيتوني والسكسون تاع ربح بن عسال والسكسون تاع محمد رايس والسكسون تاع سليمان السحقه كان في ذكر لا يمنع منهم نعمك الروح يوم من الاول هم ضدين احفر الرعبه هذيك ترسم لك السكسون هكذا يا شيخ من طلاطي مع بن عمى وكان هو اللي كان يدير كيف في الورقه التاريخيه ترتب له الكونسيكسيونات بدا يخرج كيف الصغار منهم انا واحد خرج دخل 140 مجاهد دخلوا كونو كوماندوش كوماندو هذا كان كابو شنور الدين من المضروبة والنائب تاعو شي جمال من ديا وشو الحسين من طبلان هذو كانوا غادي الكوماندوش كيما نور الدين اقترح الله زنكات انا لازم نطق الدولة ما جات سهلة ما كنت نقول لكم عطات الاستقلال تونس والمغرب وموريتانيا تتكلم على الاستقلال كانت الجزائر بلاد فرنسا بالجزائر بلادها ببلادنا وحقرتنا قلنا راه تحقرنا والله ما نطقوا كانت تضرب الجو يضرب الجزائر بصوها كنا محقورين احنا ذو الرجال حروا بلاد من اول شيء هذا هو الشرف